بروح لك بالعاده نبدا في الشيء الايجابي، حنروح للشيء السلبي للشباب. الاخطاء الفرديه اللي تكرر من لاعبين الشباب في معظم مبارياتها، اما اخطاء تكتيكيه او تلقى اخطاء في التمرير، بتستمر الى متى؟ ترى من الموسم الماضي نتكلم عليها. عبد الحكيم، اغلبها حاله ذهنيه ابو الوليد، يعني في انت تتكلم على لاعب في نادي الشباب من المجموعه اللي تلعب في الفريق الاول، تعتقد ان عنده الاساسيات اللي المتوقعه في عمليه البناء والتمرير واختيار القرار الصحيح. متى ما زادت الاخطاء من هذا الشكل ومن هذا النوع، اعرف انه في جزء من عدم التركيز، في جزء من الاتكاليه، ان الامر بيمشي او 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 ان القرار اللي اتخذه بيكون بيمر بشكل سليم. اعتبر ان الموضوع في حاله ذهنيه اكثر صعوبه من اي وقت. ممكن يكون الموضوع بالنسبه لي عبد الحكيم، يعني القرارات بسيطه سهله جدا تشوف فيها اخطاء تعطي الخصم افضليه في حالات انت في غنى عنها. عبد الحكيم، انا بالنسبه لي ما اشوف انها حالات ذهنيه، انا اشوف حالات تكنيكيه للاعب نفسه، امكانيات لاعب. أنا أشوف أن إمكانيات لاعب، حالات ذهنية على أي مستوى، اللاعبين الشباب أنت متعرض لكل الضغوطات، حالات ذهنية في على أي مرحلة، أنت لما تشوف الأخطاء تكنيكية في التمرير وفي الاستلام. حتى أخطاء تكتيكية صحيح 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 كابتن أحمد صحيح، لكن الأمر اللي شفته أنا وتابعته يمكن في المرحلة هذه، أنت تتكلم على لاعب في الشباب، لاعب في نادي الشباب مو أي نادي، ولاعب في الفريق الأول. أستبعد جدا أنه يكون عنده صعوبة في عملية البناء من الخط الأول للخط الثاني. لا في 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 لاعبين ما هو مع اختيار القرار الصحيح. شوف عبد الحكيم ما هي اوكي، انا العب في نادي الشباب نادي كبير، لكن في لاعبين يفقدون الامكانيات انه يبني اللعب. كابتن خالد، لو سمحت تقدرش تعود لي الحالات؟ عيد الحالات خاطر هي زاد ثم اخطاء فرديه، لكن زاد ثم اخطاء تكتيكيه. خاطر انت لما تشوف الحاله هذه مثلا، حاله الضغط هذه، وانت شفت اللاعبين المدافعين، لما حسيت ان اللاعب صاحبك معناها في وضع خطر باش يفقد الكره، هنا يلزمك ترد الفعل وتمشي للتوازن، يكون البلوك نتاعك متوازن. شوف الاتكاليه وشوف السلبيه اللي تعاملوا بها المدافعين نتاع الشباب في التمركز الاولاني، وشوف زاد نفس الشيء لما متعب الحربي القاد صعوبات باش يوقف الكره، اللاعبين كل ما كانوا ما ثماش رده فعل من المدافعين باش يغلقوا المساحات. شوف مثلا الحاله اللي بعد، الحاله اللي اخطا فيها متعب الحربي في وضعيه نتاع، هي خطا تكنيك نتاع تكنيك بسيط. هنا ستوب، شوف تعامل توا المدافعين، كيفاش تعاملوا المدافعين، حتى فواز من هناك رده الفعل نتاعو، شوف سلبيه، اللاعبين معناها ما رجعوش. تو انت تستشعر الخطر لهنا، يلزمك كمدافع تغلق المساحات. لو كان الفريق القوه الجويه عنده امكانيات افضل كان يسجلها الكره. انت الكلام اللي قاعد اسمع منكم، انتم كانكم تقولون الشباب ما عنده دفاع وقائي نهائي. اكيد اهم كلمه، احسن كلمه انت قلتها هي الوقائي، الدفاع ما في وقائي. الدفاع الوقائي هو مهم برشا، خاطر انت لما تحس اللي انت معرض زميلك باش يخسر الكره، يلزمك انت كمدافع ترد الفعل، والمنظومه نتاع الدفاع الكل ترد الفعل باش تغلق المساحات. بس عشان نفهم للناس ايش الدفاع الوقائي. الدفاع الوقائي المقصود فيها والكوره انت مهاجم، ها؟ يكون الظهير يكون في وضعين، وضع هجوم ووضع دفاعي، امن منطقته. ترى هذه الفكره تكون جاهز. تفضل تكون جاهز. تكون جاهز للتحول، ولكن لقطة الهدف بدايتها التعليق الأول عليها، الكرة بدل ما تلعب بشكل بخط مستقيم إلى اللاعب اللي موجود أمامي وبيني وبينه مسافة 30 متر تقريبا، الأفضل كخيار في التمرير في الحالة هذه كان اللاعب اللي على مركز الظهير اليمين، وممكن أنه يلعبها على الخط لتأمين الحالة الدفاعية اللي ما كان الفريق واقف بشكل صحيح. اتخاذ القرار الأول إذا كان خطأ، الحالة الدفاعية وردة الفعل هذه هي الحالة الثانية، المرحلة الثانية اللي تجي بعدها في حالة متابعة اللعب وكشف اللعب. فأنا أقول لك أنا في تعبيري أنها أمر ذهني، لأن الاختيار القرار الأول اللي طلع كان قرار خطأ، وشفناه تكرر في كذا مشهد. نعم الدفاع الوقائي ما كان موجود، وردة الفعل من المدافعين ما كانت موجودة بشكل صحيح زي ما تفضل الكباتن تفضل أبو الوريد، ولكن القرار الأول اللي طلع كان خطأ، هو اللي عرضهم للمشكلة دي مع أنه كان سهل.